السلام عليكم، الاسم ديالي عدنان، كنسكن في مدينة قديمة. شادي نقول لكم المشكل اللي عندي هو انه الوالدة ديالي قبل ما نزل انا كان عندها المشاكل مع الاب ديالي، من ورا فاش انا بقى حاملة بيا الام ديالي طلقت من الاب ديالي، مع العلم انا مبغاش يعترف بيا، وكانوا مشاكل ما بغاش يصوب لي الحالة المدنية، وكان نكرني بانني الولد ديالو وسبع سنين وهي معاه في المحكمة، وصلت معاه حتى لمحكمة النقد. المهم ما بغاش يعترف بيا، حتى القاضي صافي حكم هو الحكم ديالو انه انا ثبت ثبوت النسب عليه هو بلا ديان بكلشي. المهم بقيت هكاك، الوالدة ديالي كانت تعاني مشاكل مع العائلة ديالها، انا كنا ساكنين مع العائلة ديالي، الجدة ديالي والخال ديالي واختي وانا، كانت تعاني مشاكل معاهم. علاش؟ لان كانت الا ما دخلتش الدار وجابت التقدية وعمرت الثلاجة وخلصت الكرا وعمرت البوطة وبزاف الحوايج، ما غاديش تجلس، ما غاديش تجلس، غيخرج ورا الزنقة وغيقول لها خرجي بحالاتك وانتي ما ساكناش هنا وبزاف. هذا الشيء ماشي غير انني تنقول، راه الشهادة ديال الدرب كامل، الدرب كامل عارف هذا الشيء، فهمتي؟ يعني ما عنديش اش غادي نقول شي حاجة ما كايناش. المهم انا المشكل اللي عندي دابا حاليا هو انه الام ديالي كان عندها مرض اللي هو مرض مزمن، كان عندها كيس الكلوة في الوالدة، كان عندها في الوالدة في عنق الرحم. المشكل اللي عندها بالضبط هو انه داك الكيس، ملي مشيت عند الطبيب انا ومشيت عنده مختص في الكلي، انا عندي في الكلوة وهي عندها في الوالدة، مني طابق حتى داك الدكتور اللي مشيت عنده هو اصلا متخصص في الكلي وفي المسالك البولية، مني مشيت عنده هو اصلا الوالدة ديالي كانت متبعة عنده، يعني عارف المشاكل وعارف الظروف، تعاون معايا وقال لي ماشي مشكل وما تخلصش لي الفيزيتا وعادي. المهم دار لي ليكوغرافي، طابق ما بين الكيس اللي كان عند الوالده ديالي والكيس ديالي، لقى بانه بحال بحال. انا كانت عندي 15 سنتيم، انا عندي 15 دابا سنتيم، وهي كانت عندها 15 سنتيم، يعني من طابقه لقى بحال بحال. غير هي صبرت عليه عامين، جلست عليه عامين، رخات عليه، بقى غادي تيكبر تيكبر توصل ل 25 سنتيم، صافي ديك الساعه تقطع. المهم مني كانت هي ساكنه مع الجده ديالي والعائله ديالها، كانت المشاكل كيف ما قلت لكم، ما كتجيش في الدار الا ما جابتش ولا ما تخرجتش ولا ما بزاف الحوايج. هاد المشاكل هادو كانوا من زمان قبل ما نزاد انا، وهي اصلا عندها المشاكل، الوالده ديالي كتعاود لي قبل ما نزاد انا عندها مشاكل معنا. بقيت مع العائله، ماما مني مرضت بالكونسير تقطع عليها هذاك الكيس، مرضت بالكونسير، مني مرضت بالكونسير مده ديال 3 سنين وهي كتعاني بالمرض ديال مرض السرطان، ما خلات فين مشات، ما خلات فين مشات، بنو رشد ما خلات فين مشات، جميع المصحات دارت عليهم كلهم تيقول لها ما كاينش امل، ما حد الا وتفرقع داك الكيس صافي ما كاينش امل، فهمتي؟ هذا الشيء هذا هو اللي انا دابا داير لي اكتئاب. علاش؟ لانه كنشوف راسي باقي صغير وعندي هاد المشاكل. ماما مازال مني كانت هي عندها هاد الشيء كانت بقى كبيرة، فهمتي؟ عندها ماما راه بنت 76، واخا هكاك راه باقا صغيرة، ملي توفات توفات صغيرة، يعني أنا باش بقى فيا الحال أنه باقي صغير وعشت شي حوايج اللي هو كيبقى فيا الحال، تنشوف شي دري ما عنده لا مشاكل لا والو، تيضحك غادي مع عائلتو، غادي مع باه، غادي مع مو، مو غادا دير مدرسة، با غادي يدير مدرسة، ما تيبقى فيا الحال. علاش؟ أنا الأم ديالي واخا هكاك أنا ما كيبقاش فيا الحال من جهة الأم ديالي، لأن الأم ديالي كافحات معايا، قراتني مدرسه البريفي، جرات علي، جرات بعت الخبز كامل، ما خلات ما دارت على قبل، مشات لبرا كانت خدامه في داكشي ديال الفريز وداكشي برا، ما خلات ما دارت. علاش؟ باش توكلنا واحد اللقمه اللي هي حلال. مني الوالده ديالي توفات، الجده ديالي خرجتني من الدار. علاش؟ على اساس انها عندها ولدها بغا تزوجو، وداك البيت اللي قالت فيه انا خرجتني منه باش تجلس فيه هي ولدها، مع العلم انني ديك الساعه دابا راه عامين باش خرجت من الدار، دابا ديك الساعه كانت عندي 15 عام، فهمتي؟ قبل راه هو اللي كان كيقول لها هادشي باش تخرجني، يعني راه ماشي حتى هي كان كيبزز عليها، هي راه ما باغاش، كان كيبزز عليها بزز. بقات هكاك خرجت من الزنقه، سكنت مع الجيران وداكشي لمده ديال 5 شهور، انا كنقولها وتنعاودها. الله يرحم لهم الوالدين دوك الجيران، عرفتي علاش؟ لان ما كاينش واحد غيهزك ويخشيك وسط ولادو لمده ديال 5 شهور، ما كاينش اللي غادي يخدم عليك، ما كاينش اللي غادي يوكلك ويشربك لمده ديال 5 شهور،
وما كاينش اللي غادي غينعسك ويخرجك ويديك المدرسة ويجيبك المدة ديال 5 شهور، وبزاف الحوايج داروا معايا هاد الناس عمرني ننسى خيرهم. هادو جيران، هادو لقيت الخير في الناس اللي هما ماشي من دمي، وما لقيتش في اللي دمي. من موراها صافي قلت لك 5 شهور باش جلست عندهم، انسى شحال ما هزك، شحال ما هزك. الله يحسن الاعمال لكل واحد. انا ديك 5 شهور تنحمد الله وتنشكره حتى شدوني فيها، حيت اش كنقول كل ما هزونيش دوك الناس لمده ديال 5 شهور فين كنت غنمشي؟ كنت غنتعرض للزنقه، وبلا ما نضربوا الشمس بالغربال شنو عارف نزنقاش فيها. ما نكذبوش على بعضياتنا، الزنقه الا خرجتي لها صافي من نهارك مشيتي فيها، من نهارك بزاف الحوايج غيتكرفسوا عليك، غيتعداو عليك، غيضربوك، غيخسروك، معرض لاي حاجه سميتها العنف معرض ليها. قلت لك مني بقيت جالس مع مدير 5 شهور خرجت، خرجت بقيت هكاك كنقرا جالس في الزنقه. كنت جالس واحد المطعم كان كي مولاتي يسد، وانا تنجلس فيه تنبات فيه الليل، كنجي كنهز شكارتي تنديها ونعاود نمشي عاوتاني للمدرسه، ونبقى غادي جاي بحال هكا. داك السيد دار معايا واحد النهار، انا اصلا ما عارفيني المدرسه كامله، المدرسه كامله عارفاني، كتشدني كريز، كريز في جنب اليسار هنا تتشدني كريز، تتشدني الدوخه، ما تنقدرش نوقف. اصلا كان عندي اكتئاب حاد، وكنت مع هاد المشاكل هادو كنت نتبع طريطمو، وجاتني لابيليبسي اللي هي الصرع، وبقيت نتبع الدواء اللي هو الزيبطول، حيدوا لي الزيبطول، عطوني دي باكين. المهم المخدرات كنت نستهلكهم ديال الدوايات، هاد المخدرات بعدا لعبوا لي على عقلي، فهمتي؟ حيتاش مني تيعطيوك واحد الدواء تيولي مرض مزمن، تيولي ضروري الا ما شربتيش كيولي عنده عوارض ليا كثيره، فهمتي؟ المشكل اللي زاد انه مرضني هو الكيس، كتشدني الدوخه. انا باش عرفت ان عندي كيس كتشدني الدوخه تنطيح. واحد النهار طحت في الدرب، صاحب الدرب عيطوا على لومبيلون، جات هزاتني داتني للسبيطار. السبيطار اش داروا؟ داروا لي سكانر، سكانر ما لقاو فيه والو، تيطلع لهم بان ما فيه والو. درت تحاليل ديال الدم، لقاو عندي فقر الدم حاد، طونسيو طالع، القلب عندي تا هو دقه القلب طالعين، ديابيتيك السكر. المهم بقيت هكا، داروا لي ليكوغرافي ديال الكلوه، قلت لهم راه كيشدني الحرق في جنبي اليسار، داروا لي هاد اليمن هو الاول، وتبعوا لي اليسار ليكوغرافي ديال الكلاوي بجوج. الكلوه الاولى ما فيها والو، اليمنيه ما فيها والو، الكلوه الثانيه طبيب، انا حتىش اللي مشيت عنده طبيب عام ماشي طبيب اختصاصي، الاول اللي مشيت عنده قال لي راه كنشوف حاجه كبيره فوق الكلوه خانقاها، ما كتخليهاش تدور الدم والماء كيف ما خصو هو يدور. قال لي غنصيفطك عند طبيب اختصاصي، هو اللي غدير عنده تحاليل، هو اللي غيقول لك بالضبط شنو عندك. مشيت عند طبيب ديال المسالك البوليه والكيلي، دخلت عنده، دار لي ليكوغرافي الكلوه، دار لي ليكوغرافي الكلوه، قال لي راه ما يمكنش انت هاز واكيز قد هكا وكتمشي عادي وتضحك عادي وتدوز نهارك عادي. قال لي نورمالمون الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا راه ما تينوضوش، راه جالسين في الدار، لان انا في اللاج ديالي نورمالمون خصو يكون غير صغيور، لقاوه كبير بزاف، عند يعني 15 سنتيم كبير بزاف. بقيت هكاك مني مشيت عند الطبيب وداكشي، دار لي ليكوغرافي، خرج لي تريتمو ما كملش لي سيمانه بدا تعطيني الحراك، ما كملش لي سيمانه بدا تعطيني الحراك. مشيت رجعت عنده قلت له راه كيعطيني الحراك، ما كنقدش نعس، جنبي اليسار ما كنقدرش نتكى عليه. هو يقول لي غادي نعاود نديرو ليكوغرافي نشوفو واش زاد ولا لا، تزاد القاد زاد بسنتيم. قال لي ضروري خصو يتحيد، النوع ديالو غادي تيتزاد، يعني المشكل اللي عندك هو اللي عند الام ديالك. قال لي خاص ضروري تحيد، اولا مني غيبقى غادي وتيكبر، هو عنده واحد لاصوم، الا تزادت على داك لاصوم صافي تيتفرقع، داك الغشه ديالو بحال قشور البيض. قال لي الا بقى هكا غيتفرقع، غيولي كونسير ديريكت، غيتكب داك الماء غيولي كونسير. في دابا شنو الحل؟ قال لي الحل الوحيد انه دير عمليه. دير العمليه، واش ما كاينش شي حل؟ ما كاينش. فاش سولت الناس تيقولوا لي بانه راه كاين الدواء، الناس ياخذوا الدواء وتيدوب ليهم هذاك الكيس عادي بحال كاع الناس تيدوب ليهم داك الكيس. ملي هضرت معاه قال لي شوف داك الكيس راه انت عندك حاله خاصه، ما عندكش بحال دوك الناس غير نعطيك الدواء ويدوب، راه ما يمكنش انه يدوب حتىش الكيس كبير. صافي صيفطني سميتو لسبيطار الحومه، مشيت لسبيطار الحومه، عطاني ورقه على اساس انني نمشي
السبيطار المخزن اللي هو الصوفي، مشيت للصوفي، الصوفي صيفطوني ديريكت لبن رشد. بن رشد دخلت ليه، مشيت مجزرة، دخلت عندهم قال لي عندك الراميد، قلت له ما عنديش. قال لي الناس عندهم الراميد وعندهم رونديفو في عام، ما حتىك انت ما عندكش الراميد وراه عرفتي شحال غيعطيوك. هذه اولا، واخا تكون عندك الراميد غتكون عندك واحد الفتره اللي هي كبيره، وانت اصلا عندك فرد شهرين خصك تحيدو. صافي بقيت هكاك، درت تحاليل، داك الشيء عاود طلب لي تحليل الاخر اللي طلب لي السيمانه، رجعت عند طبيب اختصاصي قلت له شحال الثمن باش ندير العمليه، هو يقول لي 2.5 مليون، قال لي بالدواء بكلشي. بقيت نشوف، قلت له دكتور انت عارف المشاكل اللي عندي وعارف الحاله ديالي بلا ما نعاود لك، قلت ما عنديش مناش غنخلص هادشي. قال لي كون كان بالامكان ديالي، قال لي انا ما حسبتش لك اليد ديالي، قال لي اصلا انايا غنشوف لك غير مع واحد كلينيك ماشي ديالي غير خدام فيه وكنعرف واحد الدري فيه. قال لي غنشوف لك معاهم غينقصوا لك. اخر كلمه قالوا لي هي 2.5 مليون. قلت لي دكتور انا راه ما عنديش هاد المبلغ هذا، انا بعدا تيجيني مبلغ بشكل انا 20,000 ريال الا شديتها في يدي بحال ما عرفتش شحال شديت، ما حسك 2.5 مليون راه بزاف. صافي قلت لي راه دكتور راه ما عنديش كيفاش ندير هذا. قال لي ضروري في هاد الشهرين هادو ولا 3 شهور، عندك المده ديال 3 شهور خاصك تحيد هاد الكيس لانه خطير عليك جدا. قلت دابا شنو الحل؟ قال لي الحل ما عندي من ندير. قال لي التجأ الناس اللي هما مغاربه هما اللي غيتعاقبوا معاك على هاد المشكل اللي عندك. قال لي حيتاش ما عندنا من ندير. قال لي ما نكذبش عليك، تمشي عند شي طبيب اخر غيتعدى عليك. قال لي سير قلب وتمشي عند طبيب اخر غيتعدى عليك، غيدخل على حاجه غيحيد لك حاجه اخرى. قال لي وهادشي كثار. انا كنناشد المغاربه، خوتي المغاربه خصوصا اللي في الجاليه الاوروبيه ولا اللي داخل الوطن، كنناشدهم انهم يتعاونوا معايا. علاش؟ حيت انا ما كنطلب حتى شي حاجه، ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت حتى شي حاجه. بزاف الدراري تيطلبوا بزاف الحوايج، انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت حاجه وحده اللي هي صحتي، ما كنطلب حتى شي حاجه كما بغات تكون نوعها، لان كلشي تيجي مع الوقت. الصحه هي اللي كتجيب الفلوس. يعني انا القرايه دابا وليت هاملها، مع كتقول لي المديره كتقول لي غير سير، لان الا ما كانش عندك الصحه راه ما عندكش اش غتقرا. كتقول لي بحال هكا المديره، المديره راه تعاطفات معايا وزاتني نقاط الدوره الاولى والدوره الثانيه وبزاف د الحوايج دارتهم معايا، عمرني نسى خيرها. انا كناشد خوتي المغاربه، ما تنطلب حتى شي حاجه، تنطلب انه الناس يتعاونوا معايا. على اساس شنو؟ على اساس باش ندخل ندير العمليه، وباش اساس باش ندخل ندير العمليه يخرجوا لي الدواء، نلقى باش نشري الدواء، ونلقى باش نبدل الخيط، ونلقى بزاف د الحوايج. حيت الا ما كانش عندك هذا الشيء غادي تدخل، كي غادي تدخل كاع الى لقيت اللي غيدير لي العمليه، غتدخل غيدير لك العمليه غيقول لك جيب لي الدواء الفلان فلاني ضروري، ملي تيقول لك خرج لك انتيبيوتيك او لك يخرج لك تيوات. حيت انا اصلا مني غيدير حتى سولته قال لي كي غندير لك انا العمليه خصني نخرج لك تيوات برا، دوك التيوات تيتصابوا بهم حشاك البول وداك الشيء باش يخرج الدم اللي بقى داخل الدات. الله يرحمني من الوجع، عمرني نسى خير. قال لي غيتعاون معايا وغيحسبني ولدو، عمرني نسى لي خير، عمرني نسى الخير ديال خوتي المغاربه. لان انا لما تلجات لشي واحد ولا تلجات لشي حاجه طرا شي طريق خايبه، تلجات لخوتي المغاربه هما اللي بغيتهم يتعاطفوا معايا ويخلصوا لي هاد العمليه هادي. كنتمنى من خوتي المغاربه، انا ما تنطلب والو، انا كنقولها وتنعاودها، ما تنطلب والو، تنطلب صحتي هي اللي كنطلب، تنطلب الناس يتعاونوا معايا. على اساس شنو؟ على اساس غير باش نداوي صحتي. صافي ما بغيت والو. الله يرحم لكم الوالدين، تعاونوا معايا ديروني ولدكم، ديروني كيف ما بغيتوا ديروني، تعاونوا معايا باش ندير هذه العمليه حتى خاصني نديرها ضروري. راه الا ما درتهاش راه غادي غيولي عندي ورم، ولا ورم حياتي مشات. الله يرحم لكم الوالدين. الوالده ديالي توفات، الوالده ديالي كان المشكل اللي عندي عندها، وبقى رخات عليه ومعايا من الحاجه قلت الماديات وداك الشيء، ما عندهاش باش دير ديك العمليه. صافي بقات هكاك حتى ما اش غادي نقول لك، ما عندهاش الطريق اللي غادي تشدها ولا تلقى شي واحد اللي غيتعاون معاها ولا والو. بقات هكاك حتى توفات، حتى ولا عندها كونسير وتوفات. الله يرحمها ويرحم جميع امه محمد. انا مازال امي لقيت القتل غير زديتها انا وزديتها فوق داري وديتها للسبيطار وجبدها وبزاف د الحوايج درتهم معاها، وكان رضاتها الحمد لله هي اللي واقفه معايا لحد الان. كل ما كانت هي رضاتها كاع ما نكون دابا ساكن في البيت
وحمد الله وشاكر. انا كنت طلب حاجه وحده، انني كي تعاملوا معايا على حسب العمليه وصار. الله يرحم لكم الوالدين. شكرا لك اللي خدمت لك المساعده وكرات لك. عمرني ننسى خير هذيك السيدة، وصلت هي انسان ملي كيبغي يدير الخير كاع ما كيبين راسو. هاد السيدة هادي كاع ما بينت راسها اصلا، وما عرفتش بانها هي. حتى السيد جا عندي وقال لي راه واحد، ما قالش لي حتى هي، قال لي راه فاعل خير. فاعل خير هو اللي بغى يتعاون معاك ولا شر غيخلص لك هكا. ولحد الان عاهدت ووافت، لحد الان لحد الان باقا كتخلص لي الكلام. كل شهر تنمشي كيوصل واحد بالشهر تيعيط عليا تيقول لي جيت تاخذ الامانه ديالك. عمرني نسى خير.